يوما ليملأها عدلا وإحسانا وإحسانا. يلزم أن لا ينسى الإنسان الدعاء للإمام خصوصا في ليلة القدر، الدعاء لتعجيل فرجه الشريف، الدعاء له لنفسه وإحسانا. إنه صدق له اشتاقت أئمتنا الأطهار عترة خير الخير. سل أهيل الحي في تلك الربا هجرهم هذا دلال أم لا. يخنى البهاء التويام أن تحجي صاحب الأمر الإمام المنتظر. الرسل والأنبياء والخلق أجمعهم في لهفة للقاء قد طال أزمانا. الرسل والأنبياء والخلق أجمعهم في لهفة للقاء قد طال قد طال أزمانا أزمانا. في لهفة للقاء قد طال أزمانا. حتى ملائكة الرحمن في شغف في شغف للنور يسطع في أرجاء دنيانا دنيانا. فلتنظروا أرضا لكم يا مؤمنين فيها الأمان لتمكثوا متلبدين. فلتنظروا أرضا لكم أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى، أين ابن النبي المصطفى. وتعلموا أولادكم درسا هو الدرس الثمين كي تحفظ. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع. درساً هو الدرس الثمين أن انتظاراً للإمام رضاً لرب العالمين.